السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار 7E نيوز من قناة الظفرة. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. رئيس الدولة يستقبل عددا من مندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرحب بالرئيس الصيني شي جين بيونغ في الرياض. وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق يعقدون مؤتمراً صحفياً مشتركاً بعد اجتماع بحثوا خلاله التعاون الثلاثي بين دولهم. اشتباكات عنيفة في بنغلاديش تودي بحياة شخص وإصابة 20 آخرون بجروح. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المندوبين الدائمين ونواب المندوبين لعدد من الدول الأعضاء لدى منظمة الأمم المتحدة. ورحب سموه خلال اللقاء بالضيوف، مؤكدا حرص دولة الإمارات على خلق شراكات مستدامة مع دول العالم ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأشار سموه إلى اهتمام الدولة بإيجاد فرص جديدة للتعاون والعمل متعدد الأطراف واستثمار العلاقات لفتح آفاق أرحب أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو لشعبنا وشعوب العالم أجمع. كما أكد سموه نهج دولة الإمارات الثابت في العمل من أجل دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وحل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية ومعالجة التحديات العالمية المتمثلة في تغير المناخ والأزمات الإنسانية ومكافحة التطرف والإرهاب. وتناول اللقاء تجربة دولة الإمارات التنموية الطموحة والناجحة ومقوماتها وأهدافها، إضافة إلى جهود الدولة المستمرة في تمكين المرأة والشباب والانفتاح على الثقافات والشعوب وبناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام يسهم في ضمان مستقبل أفضل للأجيال. افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة المؤتمر السنوي الاستراتيجي الرابع الذي يقام بشعار فرص التوظيف ومستقبل مستدام لجامعة الشارقة. شمل الحفل عرض مرئي مصور تناول تاريخ نشأة جامعة الشارقة وأبرز الإنجازات والأرقام التي تحققت على مدار 25 عاما، إضافة إلى التخصصات التي توفرها الجامعة للطلاب بمراحلها المختلفة. كما أعرب سموه عن فخره واعتزازه لما حققته جامعة الشارقة التي غدت واحدة من أفضل 300 جامعة على مستوى العالم والأولى على مستوى الدولة. وأكد سموه أن الجامعة ومنذ تأسيسها دأبت على تحقيق الإنجازات حتى أصبحت معلما بارزا ومثالا يحتذى بها في الكليات والمعاهد والتخصصات التي تتبناها. وأشار سموه إلى أن النجاح يقاس بتضاعف أعداد الطلبة والخريجين الذين بلغوا ما يقارب 40,000 خريج من مختلف التخصصات وجميعهم يعملون على ترجمة ما اكتسبوه من علوم ومعارف علمية وخبرات ومهارات مهنية في مجال عملهم ويشغلون عددا من الوظائف القيادية في مؤسسات الدولة. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم اليوم سعادة فرانسيسكو شاكون إرنانديز سفير كوستاريكا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سموه بسعادة السفير وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وأكد سموه خلال اللقاء مع سفير كوستاريكا أن الإمارات تربطها علاقات صداقة متميزة مع جمهورية كوستاريكا وتحرص على تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين. من جانبه عبر سعادة فرانسيسكو شاكون إرنانديز عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدا بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة. أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
عن نجاح الوساطة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية. وأكد بيان مشترك صادر عن الوزارتين أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، وللدور المهم الذي تلعبه قيادة البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف. وأشار البيان إلى أن أبوظبي استقبلت بتاريخ 8 ديسمبر 2022 المواطنة الأمريكية برينتني غرانيتر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه، وذلك بحضور المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقد قامت جانباً الأمريكي والروسي بتسلم مواطنيهما تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما. وقد أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن شكر حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادات البلدين. استقبل معالي عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل نيابة عن معالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في مقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوظبي معالي الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة. تم خلال اللقاء الذي حضره سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتهما بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. ووقعت جانبان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب التزاما منهما بمبادئ المساواة والسيادة وتلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، وتأكيدا منهما على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في الجمهورية اليمنية وتوافقا مع الاتفاقات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وذلك لتعزيز الجهود والتعاون العسكري لمكافحة الإرهاب. عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المؤتمر العلمي الأول للبحوث الصحية والطبية في دبي، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها في تنمية القدرات الوطنية في مجال البحوث الصحية والطبية، والذي يندرج ضمن مبادراتها الرامية لبناء منظومة محفزة للبحث العلمي لتطوير المهارات والكفاءات، وذلك من خلال إرساء منصة علمية صحية متكاملة ومستدامة. افتتح أعمال المؤتمر سعادة أحمد علي الدشتي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وبحضور عدد من الأكاديميين العاملين في مؤسسات التعليم العالي من الأطباء والكادر الصحي في مؤسسات تقديم الرعاية الصحية في الدولة، إلى جانب نخبة من العلماء المختصين في المجالات الصحية بالمؤسسات العلمية والقطاع الصحي الخاص بالدولة، وباحثون في المجالات ذات الصلة بالعلوم الطبية والصحية وطلاب دراسات عليا في العلوم الصحية والطبية وغيرهم من الكوادر الصحية والمختصين العاملين في مجال البحوث الصحية والطبية بالدولة وخارجها. وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7E News. استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الصيني شي جين بيونغ لدى وصوله إلى الديوان الملكي في الرياض. ومن المقرر توقيع
اتفاقيات بنحو 30 مليار دولار في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى تعزيز اقتصادها المتضرر من فيروس كوفيد، فيما تسعى المملكة العربية السعودية لتنويع تحالفاتها الاقتصادية والسياسية. التقى المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، حيث قال إن العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب ألا تؤثر على المساعدات الإنسانية. وقال بيدرسون لا توجد عقوبات من قبل الأمم المتحدة على سوريا، هناك عقوبات أمريكية وهناك عقوبات من الاتحاد الأوروبي. بالطبع هذه دائما موضوعات نناقشها مع الحكومة السورية، مضيفا أنه من المهم عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية أن نتأكد من أن العقوبات لا تعيق المساعدات الإنسانية، وأننا نتصدى لجميع القضايا التي تعيق المساعدات الإنسانية. عقد وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماع بحثوا خلاله التعاون الثلاثي بين دولهم في عمان. أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني تحدث في المؤتمر الصحفي قائلا إن الأردن ومصر بدأتا العمل على الربط الكهربائي مع أشقائنا في العراق، والهدف هو ربط الشبكات بأقرب وقت، فيما أشار سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى أن التعاون بين الدول الثلاث يواجه عددا من التحديات تتعلق بأزمة المناخ الحالي والضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية. من جانبه تطرق فؤاد حسين وزير خارجية العراق إلى التدخلات الخارجية في العراق، وأضاف هناك مشاكل مع وجود بعض التنظيمات السياسية من هذه الدول على الأراضي العراقية، ولدينا حد أدنى من الالتزامات، وهذه الالتزامات مرتبطة بالدستور العراقي بعدم السماح لأي منظمة باستخدام الأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار. أفادت مصادر محلية في العراق ومصادر طبية هناك مقتل 2 من المحتجين في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، وتعرض 16 محتجا لإصابات متفرقة عندما حاولت قوات الأمن إبعادهم عن جسور رئيسية في المدينة وساحة الناصرية المركزية. وذكرت الشرطة العراقية أن المحتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة. من جانبه أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، كما أصدر توجيها لوزير الداخلية بإقالة قائد شرطة الناصرية وتعيين قائد جديد وفقا لبيان مقتضب أصدره مكتبه. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبرام اتفاق سلام مع الطبيعة وأن نورث أطفالنا عالما أفضل وأكثر اخضرارا واستدامة. جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي كوب 15 المنعقد في كندا والذي يستمر حتى 19 من ديسمبر. وقال الأمين العام إن هذا المؤتمر يدور حول المهمة الملحة لصنع السلام، لأننا اليوم غير متناغمين مع الطبيعة، مشيرا إلى أن إزالة الغابات والتصحر يؤديان إلى خلق أراضي قاحلة كانت مزدهرة ذات يوم، وتابع أرضنا ومياهنا وهواءنا مسمومة بالمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية ومخنوقة بالبلاستيك، أدى إدماننا للوقود الأحفوري إلى جعل مناخنا في حالة من الفوضى من موجات الحر وحرائق الغابات إلى المجتمعات التي عطشت بسبب الحرارة والجفاف أو التي غمرتها المياه ودمرت بسبب الفيضانات المرعبة. بحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مفتوحة الوضع في أوكرانيا في ظل استمرار الهجمات واسعة النطاق ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء البلاد مع عواقب وخيمة على المدنيين. وبينما يسعى الأوكرانيون إلى الاحتماء من القصف، كان عليهم أيضا
التعامل مع درجات الحرارة المنخفضة، إذ تجدد الهجمات الأخيرة المخاوف من أن هذا الشتاء سيكون كارثياً لملايين الأوكرانيين الذين يواجهون احتمالية إمضاء شهور من الطقس البارد دون تدفئة أو كهرباء أو مياه أو غيرها من المرافق الأساسية. لقي رجل مصرعه متأثراً بجراحه بعد أن اشتبكت الشرطة ونشطاء الحزب القومي البنغلاديشي في دكا. وبحسب وسائل إعلام محلية هناك، استمرت الاشتباكات لأكثر من 3 ساعات ونقل ما لا يقل عن 20 شخصاً إلى مستشفى كلية الطب بدكا مصابين بجروح. وتحول الاحتجاج إلى أعمال عنف عندما رفض نشطاء الحزب الوطني البنغلاديشي الانصياع لأوامر الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريق الحشد. في الوقت الذي يجتاح فيه الجفاف منطقة القرن الأفريقي، يعبر عشرات الآلاف من الصوماليين الحدود إلى كينيا بحثاً عن الماء والغذاء لأسرهم. وبهذا الصدد قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن عشرات الآلاف من الأشخاص قد التمسوا اللجوء في الأسابيع الأخيرة في مخميات داداب بكينيا، حيث أجبروا على ترك منازلهم بسبب العنف الشديد والجفاف في دولة الصومال المجاورة. ووصل ما يقدر بنحو 24 ألف شخص إلى مجمع المخيمات منذ نهاية سبتمبر، ليصل مجموع عدد اللاجئين الذين تم استقبالهم على مدار العامين الماضيين إلى 80 ألف شخص وفقاً لمتحدث باسم المفوضية. وتسعى الوكالة الأممية للاجئين إلى تقديم الدعم اللازم للمجتمعات المضيفة المحيطة بداداب، وذلك من خلال إعادة تأهيل الآبار وتوفير مولدات لمضخات المياه ونقل المياه بالشاحنات، كما قامت بوضع خطط لإنشاء مراكز علاجية إضافية لتعزيز وصول اللاجئين الجدد إلى الرعاية الصحية وسط قلق من تفشي الكوليرا بين اللاجئين. أما الآن فإلى مقال اليوم. وإلى مقال اليوم من موقع 7E News بقلم الدكتور محمد مسعود الأحبابي، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية وأحد كتاب مدارات على موقع 7E News، بعنوان: النظام الدولي ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، الفرص والمخاطر. جاء فيه: يتفق مجموعة من الخبراء والممارسين الدوليين أنه بصرف النظر عن مآلة هذه الحرب الروسية الأوكرانية، فإن السياسة الدولية ما بعدها سوف تكون مختلفة عما كانت قبلها، وأن النظام الدولي سوف يكون تعدديًا أي متعدد الأقطاب. وكانت قمة سمرقند لمنظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر الفائت التي جمعت كل من الصين وروسيا والهند وغيرهم حدثًا محوريًا يؤشر لهذا التحول التعددي للنظام الدولي. ويشير الباحثون أيضا إلى قمة شي جين بيونغ فلاديمير بوتين في فبراير 2022 على هامش افتتاح دورة أولمبيات الألعاب الشتوية في بكين، والتي صدر عنها بيان مهم تحدث عن شراكة استراتيجية بلا حدود بين الجانبين، ودعا إلى تبني نظام متعدد الأقطاب. أما الآن فمع بانوراما من 7E News. أصبح مهرجان المشجعين لكرة القدم في الدوحة خلال كأس العالم قطر 2022 جنة للجماهير من جميع أنحاء العالم، ويمكن للمشجعين مشاهدة المباريات وزيارة متحف فيفا الذي يضم مجموعة كبيرة من العناصر من نهائيات كأس العالم السابقة، والتسوق من متجر فيفا الرسمي المليء بجميع أنواع أطقم كرة القدم بما في ذلك قمصان وأوسمة المنتخبات الوطنية المختلفة لتناسب تفضيلات المشجعين الفريدة. كما يمكن للمشجعين أيضا الاستمتاع بالعروض المجانية للموسيقيين المشهورين في الهواء الطلق وسط أجواء المهرجان. أما كاريكاتير اليوم بعنوان الاستقرار بريشة الفنانة آمنة الحمادي، اخترناه لكم من جريدة الاتحاد الإماراتية. وإلى انفوغراف اليوم بعنوان: حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً كبيراً يضاف لإنجازاتها المتعددة
تختتم به عام 2022، هذه المرة في قوة جواز السفر بعد أن أصبح جواز السفر الإماراتي أقوى جواز سفر في العالم، وذلك بحسب مؤشر باسبورت الذي نشرته مؤسسة أرتون كابيتال الذي يضم أقوى 10 جوازات سفر في العالم. انفوغراف اليوم من 7E نيوز بعنوان جواز السفر الإماراتي الأقوى في العالم خلال عام 2022. وإلى تغريدة اليوم من تويتر وتحديدا من وكالة أنباء الإمارات، جاء في التغريدة جامعة العين تحتل المرتبة 15 عربيا والرابعة على مستوى الدولة في تصنيف التايمز للجامعات العربية 2022. وفي تغريدة ثانية وتحديدا من وام الاقتصادية، جاء في التغريدة طاقة وأدنوك ومبادلة تنجز الاتفاقية الاستراتيجية للاستحواذ على حصص في شركة مصدر. أما حديث الكاميرا لهذا اليوم فهو عن الدب مارك، حيث وبعد أكثر من عقدين من الترفيه عن الضيوف في مطعم ألباني في تيرانا، يتجه الدب البني مارك نحو حياة أفضل في ملاذ نمساوي. نتابع. أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد من 7E نيوز. شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على أن روسيا لا تستبعد احتمال خفض إنتاجها النفطي بشكل معتدل نظراً للوضع الغامض والناجم عن قرار الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع بتحديد سقف لسعر النفط الروسي. وقال إن هناك طلباً على النفط الروسي في الأسواق العالمية، مضيفاً أن النفط الروسي سيجد مشتريه فيما ستتغير الآليات والسلاسل اللوجستية الآن. واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً أمريكياً، وسيتم حظر التأمين والتمويل والخدمات الأخرى لشحنات النفط الروسي إذا تم بيع الوقود بسعر أعلى من الحد المسموح به. وإلى أسواق المال والأعمال في أهم العواصم الخليجية نتابع. النشرة مستمرة وإلى أخبار الرياضة من 7E نيوز. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي يفتتح مشروع تريل إكس للدراجات الهوائية الجبلية في جزيرة الحديريات، بالإضافة إلى زيارة بعض مشاريع البنية التحتية والخاصة برياضة ركوب الدراجات الهوائية التي تسهم في تعزيز مكانة إمارات أبوظبي بصفتها وجهة رائدة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية. نتابع. وفي فقرة من المونديال اليوم،
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يصرح بأن دوري المجموعات الذي شهدته قطر هو أروع دوري مجموعات لكأس عالم على مر التاريخ، كما أشاد بالأرقام القياسية للمشاهدات والحضور الجماهيري لهذه النسخة من كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر. نتابع المزيد في الفيديو التالي. I've seen all matches indeed and put very simply and very clearly this is being the best group stage of a World Cup ever. So this is very promising for the remainder of the World Cup. But the matches have been of great quality in beautiful stadiums. We knew that already. However, as well, the public who was there was incredible, over 51,000 on average, record-breaking figures on TV. We already had over 2 billion viewers, which is really incredible. 2.5 million people in the streets of Doha and a few hundred thousand every day in the stadiums, all together, cheering together, supporting their teams, fantastic atmosphere, great goals, incredible excitement, surprises, small teams beating big teams. Well, there are no more small teams and no more big teams. The level is very, very equal. For the first time as well, national teams from all continents going to the knockout phase. For the first time in history, this shows that football is really becoming truly global. وعن أحوال الطقس في بعض من الدول العربية والعالمية. وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يستقبل عدداً من مندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرحب بالرئيس الصيني شي جين بيونغ في الرياض. وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق يعقدون مؤتمراً صحفياً مشتركاً بعد اجتماع بحثوا خلاله التعاون الثلاثي بين دولهم. اشتباكات عنيفة في بنغلاديش تودي بحياة شخص وإصابة 20 آخرين بجروح. كنا معكم مشاهدينا من 7E News، في أمان الله وإلى اللقاء.